لما ولادنا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصف بينحتوا فيه فيهم روح وعزيمة وتحدي لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير عايز يبني بيده يصنع أصل دي مصر وخيرها كتير نبدأ بس الأول وإحنا هنبقى معاك من كل مكان قوم ونحدث روحك يلا لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده زي ما عودنا حضراتكم كل اسبوع عندنا رحله طويله ومهمه مع جدعان بلدنا اللي يستحقوا بالفعل الظهور في برنامج الجدعان. ولكن خلونا قبل ما نبدا رحلتنا النهارده اكلم حضراتكم عن قرار هام جدا صدر من الهيئه القوميه لسلامه الغذاء. هذا القرار خاص بمحطات تصدير الحاصلات الزراعيه وخاصه محطات الموالح، ويتعلق باستيراد الشموع والمطهرات التي تضاف إلى الثمار قبل تصديرها إلى كل أسواق العالم. القرار نص على أن هذه الكميات المستوردة من المطهرات والشموع اللازمة لتصدير الموالح يجب أن ترسل منها عينات إلى لجنة المبيدات في وزارة الزراعة للتأكد من الموافقة على دخول هذه المنتجات إلى داخل السوق المحلي من عدمه، وفي حالة عدم تسجيلها في السوق المحلي لن يتم السماح بدخول إلى مصر أو المحطات على الإطلاق. كمان نص القرار على أن دخول هذه المنتجات من المطهرات والشموع المستخدمة في محطات الموالح سينتهي في 12 فبراير 2021 يعني خلال أيام، ولن يسمح إلا بدخول 4 أنواع من الشموع: شموع العسل، شموع الكندلة، شموع الكرنوبة، شموع الماكروكريستالين. كل محطات وشركات تصدير الموالح تشعر بالصدمة من هذا القرار. احنا بقالنا سنتين كاملين الأول على مستوى العالم في تصدير الموالح، يعني نعرف ايه اللي بيستقبله السوق العالمي وايه اللي ممكن يرفضه. كمان عمرنا ما بنستخدم مادة واحدة في محطتنا الخاصة بتصدير الموالح إلا إذا كانت مستخدمة في دولة المنشأ أو الدولة اللي هيتصدر لها المنتج المصري. كمان إحنا محتاجين من الهيئة القومية لسلامة الغذاء التفرغ للسوق المحلي لضبط تداول السلع الغذائية. السوق العالمي له أهله وله شركاته، وأهل مكة أدرى بشعبها، هم عارفين يصدروا إزاي لكل أسواق العالم. إحنا السنة اللي فاتت صدرنا لكل أسواق العالم حوالي 1.8 مليون طن من الموالح المصرية، وحققنا نجاح بتحسدنا عليه كل دول العالم. النهاردة احنا اللي بنحارب نفسنا وبنفرض قرارات على شركات الموالح اللي هي أدرى بأسواقها واللي تعبت عشان تفتحها. أيضا شركات الموالح المصرية لا يمكن أن تستخدم مواد داخل محطات التصدير لا تستخدم في بلد المنشأ أو البلد الطالبة للاستيراد لهذه السلع، وهناك مواصفات محددة يتم التعامل معها حتى يسمح بدخول الموالح المصرية إلى كل دول العالم. يوم الحد اللي جاي في اجتماع هام جدا داخل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وهيحضروا ممثلين عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهذا الاجتماع هدفه مراجعة هذا القرار الخاص بالمضافات الغذائية والتي تضاف إلى الموالح المصرية مثل الشموع والمطهرات. هذا القرار يمكن أن يضر صادرات مصر من الموالح ويجب مراجعته على الفور. دي قضية هامة جدا وكنا لازم نناقشها بوجهة نظر محايدة، لا ننتمي إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء وأيضا لا ننتمي إلى شركات تصدير الموالح. كل همنا هو بلدنا وصادراتنا وإن احنا في المركز الأول ولازم نحافظ عليه. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا النهاردة في برنامج الجدعان. تشاهدون في هذه الحلقة: فريق الجدعان يلتقي السيد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصري، والذي يكشف خطة إحلال المكون المصري بديلا للمكون المستورد في الصناعات الهندسية المصرية، ويفتح النار على مراكز تدمير سمعة صناعة الإلكترونيات المصرية.
فريق الجدعان يلتقي المهندس ويليام مورجان والذي نجح في ابتكار الحنفية الموفرة للمياه بتكنولوجيا مصرية بنسبة 100%، ودون الحاجة إلى إجراء استبدال للحنفيات في المنازل أو دور العبادة أو المدارس وغيرها، حيث يقوم بتركيب شريحة صغيرة للتحكم في المياه عند استخدامها. دلوقتي حضراتكم هتقابلوا معانا السيد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصري، هيكلمنا عن حال الصناعات الهندسية. على فكرة عنده أكتر من 10,000 عضو، يعني 10,000 مصنع. خليكم معانا. رأس الحربة للدفاع عن الصناعات الهندسية المصرية، يعني الصناعة الوطنية، هي غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصري. عارفين ليه؟ لأن عدد أعضائها 10,000 عضو من أصحاب المصانع في 11 شعبة صناعية. وعلى فكرة رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية هو السيد محمد المهندس، هو رجل صناعة وطنية من الطراز الأول ومفاوض شرس، وبيجيد الحديث عن الصناعة الوطنية وأهمية مساندتها. عشان كده لقائنا معاه شديد الأهمية، وخصوصا في ظل تكلفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإحلال المكون المحلي في الصناعة الوطنية كبديل للمكون المستورد. ركزوا معاه. خلينا نفهم الأول يعني إيه شعبة الصناعات الهندسية أو غرفة الصناعات الهندسية. غرفة الصناعات الهندسية بيستظل بإذن الله هي أحد غرف اتحاد الصناعات المصرية. اتحاد الصناعات المصرية فيها عدة غرف صناعية، من ضمنهم غرفة الصناعات الهندسية. غرف الصناعات الهندسية بتتقسم إلى 11 شعبة، كلهم كل الشعب ده هي بتمثل الصناعات الهندسية، بداية من صناعة الماكينات، الأجهزة المنزلية، الأدوات الكهربائية، الأدوات الصحية، الإلكترونيات، المستلزمات الطبية، الإلكترونيات. أرجو أن أنا ما كنتش يعني ناسي حاجة. هل أهل الصناعة شايفين بعض؟ يعني المصنع ده بيكمل المصنع ده بيكمل المصنع ده، ولا بنستورد من بره وإحنا ما نعرفش إن في منتجات بتصنع داخل مصانعنا؟ في إيجابيات وسلبيات. ده من ضمن السلبيات اللي موجودة عندنا، إن إحنا مش عارفين بعض، مين بيعمل إيه، مين بيصنع إيه، إزاي نتكاتف فيما بيننا، إزاي إن إحنا نعرف بعضنا ونشوف بعضنا. وده دور من الأدوار المهمة عندنا في الصناعات الهندسية، إن إحنا الهدف بتاعنا ان احنا نعرف بعض، ازاي ان احنا نشوف الآلية العمل فيما بيننا، ازاي ان احنا ننهض بالصناعة بتاعتنا، ازاي ان احنا نحد من الواردات، بما ان احنا عندنا القدرة التصنيعية ان احنا نعمل ايه، المفروض ان احنا نحد من الواردات. كل الكلام ده هو هي من ضمن المهام المطلوبة من غرف الصناعات الهندسية. قدرنا ان احنا الحقيقة نحطم بعض القيود كانت موجودة، لان بنلاقي مستمعين لينا، بنلاقي الرأي والرأي الآخر. عندنا تكلفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقول يا أهل الصناعة من فضلكم احنا عايزين نعمق المكون المحلي في الصناعات الهندسية كبديل للمستورد. هو طبعا احنا ما ننكرش طبعا ان احنا كان عندنا الواردات بتاعتنا كانت واردات كان فيها نوع من انواع السفه، رغم ان احنا عندنا مصنعين هنا هوت موجودين عندهم القدره التصنيعيه ان هم يقوموا بنفس المهام اللي هي المهام الاستيراديه، بس هي كانت مساله محتاجه شيء من التنظيم. شيء من التنظيم ازاي؟ النهارده طبعا المستورد بيدور على اهم حاجه على السعر، بيحاول بقدر المستطاع ان هو يجيب المكون اللي هو من خلاله يقدر يعني ايه، المنافسة شرسة وجديدة، فبيحاول ان الاسعار تكون يعني في متناول الايه، في متناول المنتج نفسه. احنا قدرنا في الفترات اللي فاتت ديت نقوم بزيارات ميدانية، الهدف منها ان احنا نشوف احنا عندنا ايه، ونشوف ازاي ان احنا نعمق التصنيع المحلي، ونشوف ان ايه المعوق اللي عندي اللي بيخليني انا غير قادر على الصناعة ديت. هل في تعثر تكنولوجي؟ هل في تعثر مالي؟ هل في تعثر طبيعة التعثر ايه؟ ونحاول نقعد فيما بيننا ونحاول نحل هذا التعثر، لان احنا لابد ان احنا نتكاتف فيما بيننا. ان انا النهارده عندي معدات عايز اطورها وعايز احدثها، في عندي النهارده ناس مع مصانع عايزه تجيب خامات. طبعا احنا بعد التعويم ما نقدرش ننكر ان اسعار الخامات والاسعار يعني ارتفعت، حصل فيها نوع من انواع الارتفاع، ازاي ان انا اتغلب على المشكله ديت. قدرنا الحقيقه ان احنا في خلال اجتماعات
اجتماعاتنا مع الجهاز المصرفي واجتماعاتنا ايضا مع الحرفيين والمصنعين ان احنا فيما بيننا نقعد ونشوف المشاكل ديت كيفية حلها وكيفية ان انا اتغلب على المشاكل اللي موجودة وازاي ان انا احل المكون المحلي محل الاجنبي اللي بستورده من بره بالدولار هقدر اعمله في مصر ان هو بالجنيه المصري. صحيح قابلتنا مشاكل كتيره لان ما كنتش قادر موضوع التسعير نفسه او السعر نفسه كان بيطلع معايا كانت الرقم يعني بيطلع معايا ازاي ان انا اتغلب على كده كان لازم المعده اللي انا بشتغل فيها ان انا احدثها. خلي بالكم غرفه الصناعات الهندسيه هي ملتقى المصنعين في قطاعات تشكيل وتشغيل المعادن والصناعات المغذية والسلع الوسيطة والأساس المعدني والأدوات المنزلية والصحية والآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية والكابلات والأدوات الكهربائية وصناعة وسائل النقل والأجهزة والمستلزمات الطبية والحاسبات والإلكترونيات وأجهزة الاتصال والخدمات الهندسية للصناعة. يعني 80% من الصناعات الوطنية تقريباً تنتمي للصناعات الهندسية. كيف يمكن أن نستعيد ثقة المستهلك المصري في كل الصناعات الهندسية الوطنية؟ احنا عايزين نقول في الملف ده ملف في منطقة الخطورة، إعادة الثقة بين المنتج النهائي ما بين المنتج والمستهلك، وإعادة ونرجع تاني إعادة الثقة في ان ايه في ان المنتج دوت الكواليتي بتاعه والجوده بتاعته عاده الثقه دي مهمه جدا. الملف دوت في منتهى الخطوره واحنا النهارده بنناشد النهارده المواطن عليه دور والصانع عليه دور، المستهلك عليه دور والصانع عليه دور. المستهلك النهارده يجب ان هو يتحرى الدقه في الحاجات اللي بيشتريها، مش عيب انه يسال ويسال مره واثنين وثلاثه، مش عيب ان هو ينزل ويشوف المنتج ده على الطبيعه ايه. احنا عندنا القدره التصنيعيه، احنا النهارده بنعمل حاجات بتضاهي انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، مش في منتجات احنا بنعملها بنصدرها؟ طب الناس اللي بتاخدها مننا دي بتعمل بيها ايه؟ يعني هي بتاخدها مش برضك بتبيع، بتنزل الاسواق عندها والمواطنين بيشتروها. اذا احنا عندنا القدره التصنيعيه ان احنا نعمل، والدليل على كده هو ان انا بطلع حاجات بره، انا بوديها بره، بودي بعض الحاجات اوروبا، بعض الحاجات افريقيا، وبتلاقي قبول وبتلاقي استحسان. لما بنلاقي نفسنا خلاص وصلنا الى الكواليتي العالي والإنتاجية المطلوبة، بنبدأ نخاطب من خلال الوزارة عندنا إن إحنا أصبحنا عندنا القدرة التصنيعية، لو سمحتوا حدولنا من الواردات في هذا المنتج علشان أشغل مصانعي وأشغل ورشي وأشغل ولادي. لأن أنا النهاردة لما بشغل مصنع كان متوقف بشغل عمالة، لما بشغل عمالة بحد من البطالة، لما بحد من البطالة ده مستهدف من الأهداف اللي بينادي بيها القيادة السياسية إن إحنا لازم ولادنا ممدول ولادنا وإخواتنا وأصدقائنا، يبقى لابد إن إحنا إحلال المكون المحلي محل الأجنبي دوت بيتبعه تشغيل مصانع وتشغيل ورش، وتشغيل الورش ده بيحد من البطالة نشغل ولادنا، ودوت برضك زي ما بقول لحضرتك هدف من أهداف الدولة في المرحلة الحالية. باشمهندس كل صناعتنا الهندسية بتلتزم بمواصفات جودة، تمام؟ ما يأتي من الخارج من يراقب على شرطات الجودة؟ في أجهزة رقابية، ده دور بقى أجهزة رقابية، ده بقى مفروض إن إيه ده الدولة لازم تاخد جزء من القضية دي، يعني الدولة لازم تاخد جزء كبير من القضية دي. يعني أنا بصنع تلاجة وبسعر تكلفة وجبص لقى برضو اللي جاي لي من برة تكلفته أقل مني، مع إن أنا صناعة وطنية وداخل بمكون محلي 60% ولا 70%، طب أنا أعمل أكتر من كده هنا إيه؟ بقى الحتة دي لازم نقف عندها وقفة. أجهزة الرقابية دي النهاردة مفروض إن هي تقارن بين هذا وذاك، تقارن بين المصري والمستورد. من أكثر التزاما بالمواصفات وده اللي نسمح له بالدخول في السوق المحلي؟ ما هي هنا هو المواصفة دي مفروض عليا وعلى المستورد، أنا مش هاجي أنا وطالب بحاجات وبص ألاقي الغزو اللي جاي لي من بره دوت غير مطابق وتحت بمسميات أيا كانت طبيعة المسميات وأصحاب النفوس الضعيفة والناس اللي هي يعني لا داعي إن احنا نقول يعني مش عايزين نجرح في بعض ألفاظ، لا أنا عايزين إن احنا الاتنين نقف على قدم وساق واحد وبعدين نبدأ نقارن وننقد، ولو في عندنا اي حاجه هنقدر مطالبين بيها هنعملها. لكن النهارده تجيلي حاجات من بره غير مطابقه للمواصفات وتخش تحت اي مسميات ويتلعب فيها، احنا بنرفض هذا. على فكره السيد محمد المهندس رئيس غرفه الصناعات الهندسيه نشا في اسره صناعيه، والده عبد الرحمن المهندس كان احد ابرز رجال صناعه المعادن وكان بيمتلك مصنع لتشغيل وانتاج النحاس والالومنيوم، وهو اللي قاد الصناعه وحافظ عليها بعد خروج اليهود من مصر. وبعد وفاة والده تولى محمد المهندس إدارة المصانع تحت اسم شركة المصانع الميكانيكية، لكن انخراطه في العمل العام والغرف التجارية كان من 35 سنة، واكتسب خبرات مهولة من همات الصناعة
زي عادل بيك جزارين رئيس النصل للسيارات، وفهمي السواح صاحب مصانع كولدير، حتى تم تعيينه رئيسا لغرفة الصناعات الهندسية في عام 2016. أستاذ محمد المهندس، أنا أعلم أن حضرتك بتقوم بمجهود عظيم جدا في ملف تحويل العديد من المستوردين في قطاع الصناعات الهندسية إلى مصنعين، يعني أهل صناعة، ملف أنا بشكرك عليه، ولكن وصلنا لإيه؟ طبعا إحنا ما ننكرش أن إحنا في عندنا القدرة التصنيعية أن إحنا نصنع حاجات احنا بنستوردها من بره. طب احنا بنجيبها من بره ليه واحنا عندنا مصانعنا وعندنا؟ يعني انا في ملف من ضمن الملفات لما نيجي نبص نلاقي الادوات الصحيه على وجه التحديد، يعني نبص نلاقي قيمه الواردات بتاعتنا في فوق 3 مليار في الربع الاخير من 2018 3 مليار. الله، ايه ده في ايه؟ وقفنا واقفه في الحته ديت، ايه الارقام الغريبه ديت؟ هل احنا ما عندناش قدره الحنفيه والخلاط والكلام؟ طبعا كان كلام يعني في نوع من انواع السفه وفي نوع من انواع يعني اللامبالاه. قدرنا ان احنا نقعد مع بعضينا ونشوف القدره التصنيعيه اللي عندنا تصنيعات ولا، جبنا المستوردين وقعدنا مع بعضيهم على الطاوله وقعدنا نتكلم مع بعضيهم، لقينا عندهم القدره التصنيعيه. طب ما يلا بينا يا جماعه، يلا بينا نبدا نصنع ونبدا نشوف. فعلا الحمد لله خدنا فتره زمنيه وبدانا نجيب الستايل اللي موجود من بره وبدانا نصنعه هنا. ومش عايز اقول لحضرتك ان احنا عملناه افضل، يعني عايز اقول لك على اقول لحضرتك على حاجه. لما بيجي النهارده المنتج اللي جاي من بره ده بيجي ما معهوش قطع غيار الاكسسوار بتاعه، يعني الخلاط لو الاكره بتاعته دي باظت بيترمي الخلاط كله. صحيح. لكن انا لما اعمل الخلاط واعمل معاه الاكره بتاعته والقلب بتاعه زي ما كنا بنعمل زمان، الحاجات دي كلها احنا كنا بنعملها وبنعمل معاها المستلزمات المنتج نفسه. المنتج ده لما كانت في حاجه عندنا اسمها الحنفيه والجلده بتاعه الحنفيه. صحيح. والقلب بتاع الكلام ده كله كان بيبقى موجود. طب استاذ محمد المهندس، احنا عندنا تكلفات رئاسيه بتحديث تكنولوجيا الصناعات، هل عندنا العمالة المؤهلة والمدربة لمواكبة هذه التكنولوجيا؟ احنا بدأنا دلوقتي نلتحم مع المدارس الفنية الصناعية. احنا كصناعات هندسية بناخد مدارس، احنا بناخد المدارس ديت ونصرف عليها ونشوف المدرسة ديت عايزة شغالة في التكييف والتبريد، المدرسة دي عايزة شغالة في الأجهزة المنزلية، الطالب اللي يقرأ في الكتاب ينزل يطبقه في المصنع عندي بيطلع ايه؟ يطلع فني درجة أولى، خد المادة العلمية في الكتاب وخد المادة التدريبية في قلب المصنع، فبيطلع فني متدرب. وده النهج الجديد بالنسبة للفن الصناعي. بالمناسبة السيد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، لما بيزور أي مصنع في مصر بيسأل عن حجم المكون المستورد في المنتج اللي بينتجه المصنع، وبياخد المكونات دي ويجمع في مكتبه أهل الصناعات الهندسية المغذية للصناعات، ويطلب من كل واحد يشيل الجزء اللي يقدر يصنعه محليا، وفعلا بينجحوا في تصنيع المكونات المستوردة محليا في ورشهم ومصانعهم. والسياسة دي دايما بترفع نسبة المكون المحلي في أي منتج أو سلعة ل70 و80%. برافو بجد. أسألك على حاجة، أنا شايف أن الدور مقصر في الغرفة، في مراكز كثيرة جدا لتقديم خدمات ما بعد البيع للصناعات الهندسية وخصوصا الصناعات الإلكترونية، مراكز منتشرة وليس لها علاقة بالمصانع، دورنا فين عشان نوعي الجمهور؟ أنا منتظر بس إن أنا أخد الضوء الأخضر بعد ما أقعد مع القيادات المسؤولة عن هذا العمل وأشرح لهم المشكلة ديت. المسؤولين حماية المستهلك؟ حماية المستهلك في المقام الأول، ثم في بعض برضك جهات هنقعد مع بعضينا ونتكلم في الناس اللي النهارده هو الرقابه الصناعيه، ده موضوع، ده دور من ادوارها. ويمكن انا قلت لحضرتك ان انا عندي اجتماع مع الرقابه الصناعيه مع رئيس الهيئه في خلال ايام، هنقعد برضك نتكلم في عده مشاكل من ضمنهم المشكله ديت وكيفيه المساعده الرقابه الصناعيه معايا فيها. عندنا فكر اسمه فكر العلامات التجاريه، لماذا لا تنشئ هذه المصانع علامات تجاريه للصيانه؟ يعني تجيب ناس تقول لهم لو سمحتوا انا عندي علامه تجاريه اسمها كذا، العلامه التجاريه دي عشان تعمل مركز صيانه ليها، يعني خلي الناس دي تشتغل في النور بكل عملتها وامكانياتها وعربياتها، وادي له الشروط بتاعتي والربح يكون للجميع، او ياخد بس انا كمستهلك اضمن ان القطعه بتاعتي اللي جت الصيانه بتاعتي سليمه 100%. في حاجات بدات شبيهه بالكلام اللي حضرتك بتقوله، علامه تجاريه تمنع وتشتغل. بس احنا عايزين ايه؟ عايزين نعملها بقى ونعتمدها. لو وصلت للحته دي هيبقى قمه النجاح بالنسبه المنتجات الهندسية، وحجم مبيعاتها تزيد، وحجم الثقة ما بين المستهلك والصانع هتزداد أيضا. احنا ببرنامج الجدعان بنلف في مصر كلها عشان ندور على جدعان هذا الوطن، بنروح يا باشمهندس في ورش فيها شباب بيصنعوا خطوط انتاج كاملة،
انا بكلم جد. تمام. خطوط انتاج من ورشه. تمام. الناس دي ما بنمدش ايدينا ليهم ليه؟ دي عقول من ذهب. صدقني يا استاذ محمد، هل ليه حق ان هو يبقى عضو هنا؟ طبعا هو طالما بقى مصنع، طالما مصنع وطلع رخص التصنيع، هو اصبح النهارده ده بيته. لكن احنا عايزين نقول على الحاجه ده، صح، محتاج حد يتمناه ومحتاج حد انه ياخد مشروعه. انا بعمل معرض اسمه معرض صناع مصر. في المعرض دوت انا بدي مساحه للشباب، الشباب كل من يبتكر، كل من له ابتكار معين بديله بيجي يقعد في حته المساحه اللي انا مديها دي. فهو ايه، المصنعين التانيين اللي هم الهامات والقامات الصناعيه بيعدي، وهو بكده انا مين اللي عامل ده، فلان، بيبدا يشرح له وبنبدأ يتكلم معاه بيتبناه. الحرب على مراكز الخدمة الوهمية والغير معتمدة، وخصوصا في صناعة الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، لازم تبدأ وبقوة الدولة، لأن مصر ما فيهاش عقدة خواجة زي ما بيتقال، ولكن فيها غياب ثقة في خدمات ما بعد البيع، لأن المراكز الوهمية بتعمل كوارث وبتستخدم قطع غيار غير أصلية، وبالتالي بتدمر سمعة مصانع مصرية عملاقة بتصدر إنتاجها لكل العالم وبيعمل لمنتجاتها 1000 حساب واعتبار. تشاهدون بعد قليل فريق الجدعان يلتقي المهندس ويليام مورجان والذي نجح في ابتكار الحنفية الموفرة للمياه بتكنولوجيا مصرية بنسبة 100%، ودون الحاجة إلى إجراء استبدال للحنفيات في المنازل أو دور العبادة أو المدارس وغيرها، حيث يقوم بتركيب شريحة صغيرة للتحكم في المياه عند استخدامها. دلوقتي حضراتكم هتقابلوا معانا مهندس إلكترونيات شاب اسمه ويليام مورجان. هذا الشاب متخصص في الدوائر الإلكترونية، وقدر ان هو يستغل تخصصه في تصميم حنفية ذكية بتوفر المياه. خليكم معانا. كل نقطة مية النهاردة ليها تمن وغالي كمان، عشان كده لما بنلاقي ابتكار بيوفر في المية ولو نقطة، فورا بنقابل الجدعان اللي ابتكروه ونحتفي بيهم. اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس ويليام مورجان، متخصص في ميكانيكا السيارات، واشتغل في قطاعات كاميرات المراقبة وأنظمة تأمين السفن واليخوت والستلايت وحفظ المعلومات. طول عمره بيشتغل حر، بيكره الوظيفة والروتين، وحياته كلها ابتكارات وآخرها الحنفية الذكية. باختصار، الحنفية الذكية عبارة عن دايرة تحكم إلكترونية صغيرة بمقاس 3 سنتي في 4 سنتي، وفيها أجزاء ميكانيكية بتوفر المية حسب الاحتياج الفعلي، وأي إهدار بتمنعه، وكفاية أنها بتوفر 90% من المية اللي ممكن نستهلكها في الحنفيات العادية. وتكلفة جهاز المهندس ويليام مورجان اللي بتركب على أي حنفية يدوبك 500 جنيه، يعني مش محتاج تروح تجيب حنفية مستوردة تكلفتها 7 ولا 8 آلاف جنيه لمجرد إن فيها جهاز تحكم في المية. تعالوا نقابل المهندس ويليام مورجان ونتعرف على ابتكاره المهم فعلا لتوفير المية. كلنا بنحلم إن يبقى عندنا الحنفيات اللي فيها السنسور اللي متحكم في كل نقطة مية. انت كمان عشان توفر علينا، لان الحنفيات دي غاليه جدا وبنجيبها من بره ب 7000 و10000 و8000 واقل نموذج 3-4 آلاف جنيه، انت عملت حاجه بسيطه جدا، تكلفتها بسيطه جدا وتتحط على اي حنفيه وتوفر لنا المايه. نموذج اهو، بص، سحر، حاجه تحفه. جميل، كويس. احكي لنا ايه اللي احنا شايفينه ده. الفكره ابتدت ان احنا عندنا مشكله في المايه عامه وعلى المستوى العالم. حلو الوعي ان احنا عارفين عندنا مشكله. طبعا. وان التكلفة احنا نقدر نعمل حاجة بتكلفة بسيطة تناسب كل الناس، يعني سهلة، مش موضوع صعب حتى في تركيبه، يعني برضو ان مش محتاج خبير يركب الحكاية دي، ده ابسط حد ممكن يركبها. فابنوب سامح ده المصمم اللي معانا، واحنا الاثنين ساعدنا. ده مهندس، ده صاحب ابنك، صح كده؟ ايوه. تمام. عملته ايه بقى؟ خريج دون بوسكو، برضو عبقري يعني في الموضوع دوت. ابتدينا نصمم الدوائر اللي هي زي دي.
عشان نبدأ نتحكم في السولونويد فالف اللي موجود تحت. دي دوائر الكترونية عشان بس الناس تفهموا، دوائر الكترونية. ايوه صح كده. أيوة. بمقاسات مختلفة بالظبط كده، وبتتحط جوه دي. ايوه تمام صح كده. تمام. ودي اللي بتتعلق في الحوض بالظبط. كمل بقى عشان نفهم. وكان يسترعي برضو ان احنا بعد ما نعمل تصميم الدايره، مجرد ما بنقرب بيقوم نازل. أيوة. يعني اوتوماتيك. بعد ما بنصمم الدايره عايزين نتحكم في السولونويد فالف زي محبس كده. بالظبط، محبس كهرباء. بالكهرباء. ايوه. المتعارف عليه ان الكهرباء السولونويد فالف فيه بيشتغل ب 220 فولت اي سي، وفي حاجات بتشتغل اقل، بس ده قدراته عاليه قوي. يعني ده انا شايفه ان هو 220 فولت صح. طب يعني 220 فولت ده مش كتير قوي. بنحوله ل 12 و5 فولت كمان بننزل بيه. يعني الجزء ده بيتغير خالص. عشان دي يعني دواعي امنيه في التشغيل، يعني عشان الكهرباء. الكهرباء طبعا والميه. تمام. بس ودوت بعد كده بيبقى عندنا الدور الاخير السنسور والشكل بتاعه، وده مهندسه معانا. السنسور اللي هو ده اللي بيتحكم في الميه. وده ووتر بروف برده، ما فيش ميه تتاثر فيه، وضد الكسر وكل حاجه، يعني صعب ان حد يبوظه. عشان برده في استخدام المدارس والكلام ده. اللي هو ده. أيوة صح كده. غرقت ميه بس مش مشكله. هو ده هو ضد الميه. تمام. ده بيعمل ايه بقى السنسور ده؟ السنسور ده هو اللي بيشغل بقى الدايره دي كلها. يعني انا عند في بيتي مثلا السنسور ده اللي هيبقى على الحوض بالظبط، هو اللي هيقدر ان هو يتحكم في الميه مجرد ما بقرب او ببعد. بالظبط صح كده. ايوه تمام. طيب التكلفة كام الكلام ده كله، الدايرة بتاعته ودي كل الكلام ده تكلفته كام؟ ده 500 جنيه تقريبا. يعني الوحدة بتتكلف 500 جنيه. أيوة. ويبقى انت حولت اي حنفية اي مصدر مية لحاجة تقدر تتحكم فيها. صح كده؟ بالظبط كده. طيب انت شايف بقى اللي خلاك تعمل ده ايه؟ يعني استخداماته ايه من وجهة نظرك؟ يعني في ازمة صحية في العالم كله، فطبعا في المستشفيات مهم جدا، المدارس، الأماكن العامة، طبعا كل دوت مهم جدا انه يكون موجود للاستخدام العادي اصلا، عشان مش فكرة ترشيد المية، فكرة ان احنا نستخدم المية بالطريقة الصح. ده بيقلل استهلاك المية بنسبة قد ايه؟ لو مثلا غسيل الوش انت بتستخدم 20% و80% بينزلوا تحت، فانت كده وفرت 80% في الوقت دوت. 80% من استهلاك المية. من استهلاك المية مثلا في حالة زي غسيل الوش او في حالة الوضوء. في حالة كل الكلام ده بتوفر 80%. طبعا كتير، لان انت وقت ما ايدك تحت الحنفية بس بتاخد المية، بعد ما بتشيلها هي وقفت اوتوماتيك، مش محتاج تعمل حاجة تاني. فدي حاجة فكرة ممتازة جدا، واحنا يعني بنتمنى انها بعد كده تنتشر بالشكل المطلوب على مصر وافريقيا، اذا كان بلاد حوض النيل، عشان برضو احنا نقدم لهم الخدمة اللي احنا محتاجينهم هم يبقوا فاهمينها. طب الفكرة دي اشتغلتوا عليها قد ايه؟ بقالكوا قد ايه في تجارب عشان تطلعوا بالنموذج ده اللي هو دي بس اللي بتتركب مش كده؟ بالظبط. وكل كده. الكلام ده جواها. ايوه صح كده؟ ما عدا السنسور دوت. ما عدا السنسور بره. بس لكن المحبس والدوائر دي كلها جوه. ايوه عشان تبقى ضد المية اصلا. البوردة دي في مجهود اتعمل فيها، يعني البوردة من جوه بص معقدة جدا جدا. اشتغلنا عليها قد ايه دي؟ وكم شاب اشتغل فيها؟ وبنتجها فين؟ دي محتاجة مصنع عشان تعمل ده. فعلا في مصنع بيقوم بالموضوع دوت. شركة اسمها فارس هي اللي بتساعدنا في الموضوع دوت، مع في محلات ريان بناخد منها المكونات، ودول برضو يعني شغل مصري 100%. مصانع بي سي بي اللي هي بتاعت الوحدة دي. ايوه ده مصنع بي سي بي، هو بيقوم بالدور كله من اوله لاخره، ان هو بيصنع، احنا بنصمم البوردة ونديها له، هو يقفلها، يصنعها وممكن يقفلها، وهنطلب منه هو يعني. طبعا هيقوم بالدور ده كمان، لان ده مجهود، هو عليه تجهيز اصلا كمصنع، يعني احنا عشان نعمل حاجات انديفيدوال، يعني 5-10، يعني مش ارقام كبيره، هو ممكن يعمل ملايين اصلا. يعني ده بيبقى سهل جدا بالنسبه له. انت تقدر اي كميات تطلب منك لتغيير بيوتنا بالكامل، كل استخداماتنا المايه تقدر تعملها. طبعا ان شاء الله على اول السنه يبقى كله تمام. التكلفه 500 جنيه للوحده، ممكن تقل؟ طبعا هتقل في الماس برودكشن، لو ما احنا نبقى عندنا انتاج ملايين اكيد هنقلل الرقم دوت، وبرده لو في دعم من الدوله بالنسبه لتسهيل الاستيراد للمكونات الالكترونيه او تخفيف جمارك. حلوه الحركه دي. ايوه حط ايدك وشيل. ايوه كده ماشي. ان انت بتبقى يعني الموضوع لو هو بقى مشروع قومي، فالحاجات دي تخش فري، ويبقى لها فري زون احنا نشتغل فيه، ويبقى الموضوع اصلا مصري 100% كتصميم وكتنفيذ وكتسويق. طب الشكل ده طبعا انت عامله هنا عشان خاطر ده نموذج. بالظبط صح. كل الكلام ده المفروض يبقى مش موجود اللي تحت ده. لا لا مش هيكون موجود كدا؟ هو بس اللي هيكون موجود السنسور والمجموعه ديت على نفس الوضع القديم بتاع البيت او المكان. وده بيختفي مثلا في الكوع بتاع الحوض اكيد. صح كده. اه يعني ده
انا مش هشوف الكلام ده. لا لا اللي هيبان بس السنسور. السنسور بس، وده شكل جمالي. اه طبعا. وعندنا اشكال تاني كمان يعني، يتلون او يتعمل اي شكل انت عايزه، صح؟ يعني ده في منه حاجات تناسب البيت اكتر ما تناسب الفندق، في اشكال ما تناسبش دور العباده، تناسب مستشفيات. يعني احنا التصميم السنسور ده في ايدينا كشكل جمالي زي ما احنا عايزين. عرضت الفكره دي على جهات بحثيه في مصر؟ لا لا، مجهود ذاتي بس. انت والفريق بتاعك كل الشباب اللي قاعدين هنا؟ تمام. لكن ما حاولش تقدمها مثلا للمصانع الحربيه تقول لهم شوفوا النموذج اللي احنا عاملينه، انك تروح لجهات بحثيه كليات الهندسه، ولا اكتفيت ان انت واخد من كليات الهندسه من كل بيت اغنيه؟ ايوه فعلا، انا يعني اللي صمم معانا دايره مهندس في عين شمس، اللي بيشرف علينا برضو مهندس في جامعه في العاشر، الناس اللي نفذوا معايا يعني كلهم كفاءات عاليه جدا يعني. خليني اقول لك انا على حاجه مهمه. اتفضل. انت نواه لمشروع قومي للحفاظ على المياه. احنا بنتكلم في الحفاظ على مياه الشرب اللي الدوله بتدفع فيها كتير جدا عشان توصلها لبيوتنا نقدر نشربها. بالظبط. فانت كده نواه انك تحافظ لنا على 80% او اكتر كمان من المياه اللي بنستهلكها يوميا. فعلا. واحنا بنغسل عربياتنا، واحنا بنغسل وشنا، واحنا بناخد دش، واحنا بكل حاجه. ايوه. بتضيع وما نستفدش بيها. ايوه بالظبط. فده هيبقى توفير جامد جدا للصرف الصحي من غير ما نتكلف كتير. لا خالص، يعني التكلفة بسيطة وضغط الصرف الصحي هيقل طبعا، لان انت ما بتبقاش يعني تكلفة تنقية المية اللي انت بتشربها برضو هتقل. يعني الموضوع كله متكامل وجميل جدا. مستمر في ابحاثك ان انت كمان تنزل لنا تكلفة الكلام ده كله؟ في المسبر. عايزين الكلام ده كله تكلفته تنزل كمان في الماس برودكشن. اكيد هتنقل طبعا، في هتنزل في الكميات الكبيره، في الكميات الكبيره وخطوط انتاج وكده طبعا اكيد هتنزل طبعا. من التحديات اللي واجهت المهندس ويليام مورجان خفض القدره الكهربائيه لمحبس التحكم من 220 فولت ل 5 فولت، وده خلاه يلجا لعم محفوظ شكري وهو فني كهرباء خبرته تمتد لاكثر من 50 سنه في المعدات والاجهزه الكهربائيه ولف المواتير، ومشهور جدا في المطريه. تعالوا نقابله. انا عايز اعرف الحته دي، الذهب دي عملتها ازاي؟ دي لها حسابات. دي معروفه، واللي دارس فيزياء قوي يعرف يحسب الحسابات دي، يعرف يحسبها. طبعا. يعني انت بتغير الحته دي بالكامل؟ ايوه بغيرها، والكويل بتاعها بنعمله وبنديله الملفات اللي هي حسب دوزيم السلك وحسب عدد ملفات معينه ومع قدره الدي سي، لان الدي سي يختلف عن الاي سي. طب ده مهما حصل عمرنا ما نتكهرب؟ لا طبعا. لا يعني ما احطش ايدي في المايه كده؟ لا، تحطها في المايه عادي. في عادي مش كده؟ ولا كهرباء ولا بتاع؟ طول ما هي بلطها منخفض جدا ضعيف ما يخوفش. طب اسالك سؤال، هو الابتكار ده صحيح هيبقى مفيد جدا في المستشفيات وفي المدارس ودور العباده وفي بيوتنا وفي كل حته عشان نوفر المايه؟ طب في مجالات بقى اكبر يعني مثلا في الزراعه، الري بالغمر، الري مش عارف، مش ممكن يتحكم بالكلام ده؟ طبعا، تتحكم من عن بعد كمان. من على بعد. ابلكيشن موبايل مثلا. بالظبط كده. صح كده؟ ويبقى ده هو ده الاساس اللي موجود في المحبس اللي في الارض. بالظبط. اقدر اتحكم فيه بالموبايل. ايوه، وبكاميرات مراقبه تقدر تشوف كل حاجه. وتكلفته تزيد بقى وقتها؟ ولا تكلفته تفضل زي ما هي منخفضه زي ما احنا عاملين؟ لا، هي التكلفه هتفرق هنا في الزراعه حسب اطوال الاسلاك والكابلات بس. لكن دي اسعارها هتبقى ثابته يعني. بص، هو الكلام ده موجود في العالم. أيوة. لكن انا سر سعادتي انه بيتعمل في مصر دلوقتي. وان عندنا ناس يعني حضرتك ربنا يديك الصحه واقف جنبهم وقدرتوا تعملوا حاجه بالجمال ده. ايوه، فاهم ازاي؟ فكون ان احنا نعمله في مصر ده انجاز كبير جدا. طبعا. الكلام ده يقول لك بنجيبه من الصين. لا، بنعمله دلوقتي اهو، صح ولا لا؟ سهل نطلع منه كميات كبيره. طبعا. في المصانع اللي تساعدك؟ ايوه، عملت اسطمبه بتاعه كده، كل حاجه تشتغل على طول طالما في الاسطمبه. طبعا. طب ايه الاستخدامات من وجهه نظرك تاني وخبرتك اللي ممكن نستخدمها بالجهاز ده او الجهاز ده تحديدا اللي دي جواه؟ يعني في مجالات كتيره جدا غير الزراعه. انت عندك المستشفيات مهمه جدا عشان الامراض كوفيد 19 والامراض اللي هي بتلمس عدوات وبتاع، بتلمس تلامس، مفيش تلامس كده وخلاص، فدي بتفيد في حاجات كتيره قوي. اخيرا، ابتكار المهندس ويليام مورجان مهم، ولازم ننتبه انه مش هيبقى على طريقة انسف حمامك القديم، ده هيفضل زي ما هو، لكن هنطور وحداته ونخليها الكترونية وموفرة للمية.
ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان، ولكن قبل ما انهي حلقة النهاردة في حاجتين مهمين جدا. في حالة من الارتياح الشديد جدا ما بين المزارعين بعد قرار البنك الزراعي المصري بتسوية 6.3 مليار جنيه تمثل مديونية أكثر من 325 ألف مزارع وشركة على مستوى الجمهورية. الغريب أن الشركات والأفراد الملتزمين بسداد مديونيتهم لصالح البنك الزراعي بيطالبوا بضمهم لهذه المبادرة وتسوية مديونيتهم. يا أخي ده الدين هم بالليل ومزلة بالنهار، ربنا يعفيكم من شر الدين. تاني حاجة عايز أتكلم عليها بشكل عاجل جدا، أخيرا تشكل المجلس الخاص بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والمهندس محمود العناني رئيس مجموعة الدهلية تم اختياره بالإجماع رئيسا للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وهو رجل مخضرم في صناعة الدواجن ومؤسس مجموعة الدهلية أكبر مجموعات الدواجن في مصر. والدكتور مجدي حسن رئيس الشركة الدولية للتبادل التجاري الحر تم اختياره نائبا لرئيس الاتحاد، وهو رجل مخضرم ويمتلك العديد من الأفكار الخاصة بالنهوض بصناعة الدواجن، ويمتلك خبرات قد تمتد إلى 40 سنة في هذه الصناعة. والدكتور أنور العبد رئيس شعبة المجازر السابق في الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والآن هو نائب الرئيس ومؤسس أكبر مجموعات الدواجن في مصر الأهرام للدواجن، واللي تم الاستحواذ عليها في صفقة تاريخية من شركة كايرو 3A للدواجن. إذن بقى عندنا رأس حربة قوي للدفاع عن صناعة الدواجن، صناعة 90 مليار جنيه، صناعة 4 مليون عامل. هذا المجلس يحمل الكثير من الخير لصناعة الدواجن. أرجوكم، محتاجين شركات لتسويق الإنتاج الدواجني، محتاجين لجان منعقدة دائما لإنهاء الانهيار الحالي في صناعة الدواجن. أرجوكم، محتاجين التحرك لمساندة ودعم اللجان المشكلة لوقف أي استيراد للدواجن من الخارج. مش هندعم المربي الأجنبي ونسيب المربي بتاعنا ينهار ويقفل مزرعته. أيضا محتاجين مدير تنفيذي قوي للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، دينامو يتحرك في جميع الاتجاهات لإنقاذ الصناعة. نبارك لكل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن. الموضوع ليس تشريف ولكن تكليف لإنقاذ صناعة استثمارتها تتجاوز 90 مليار جنيه. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان. انتظرونا الأسبوع القادم أيام الخميس والجمعة والسبت الساعة 7 مساء على قناة القاهرة والناس 2 وبرنامجكم الجدعان.